حرب أو لا حرب. لك المجهول الله أعلم. وإذا كاتب الله بده يصير. والله بيعلم شو بصير لقدام. خوف أو طمأنينة. كل العالم متوقع أن تدع على جنوبهم. والله يجيب العواقب سليمة. إن شاء الله ما بيصير شيء. 75 عاما خبرت كثير الحروب. هي الآن في سور جنوبية لبنان. جرح قلبنا ماما. ما عاش فينا. بس في الله هو بينصر. الإيمان. والله ينصر شعبنا. عند وجه رب العالمين. هو بيدبر. الحاجة السبعينية بنة مدينة سور. إلى المدينة هذه ينزح أبناء المناطق الحدودية اللبنانية كحال هذه السيدة. نحن عندنا أولاد صغيرة وتهجرنا. العودة منتظرة. عقلنا وقلبنا فوق وبس يصحلنا بدنا نرجع بيوتنا. في ناس طلعت من قرى وفي ناس بعدها موجودة وإن شاء الله خير. بس الحمد لله العالم عم تنزع على السوق بس مش مأمن كتير يعني. وتغير السوق الشغل عن الأول كتير يعني تراجع تقريبا 70-80%. مثلا بطل يشتري مثلا بده يشتري قطعة ممكن يشتري مثلا نص الشغلة اللي بده إياه. على وتر القلق تعزف الحرب النفسية أجمل ألحانها. ندعم القضية الفلسطينية للآخر. الزمن زمن حرب وقلق، لكن هل يحتمل لبنان حربا؟ نحن مع حق لبنان بالدفاع عن نفسه بحال تم الاعتداء عليه من إسرائيل، ولكن ما رح نقبل أنه يكون في قرار من أي طرف بلبنان بالدخول بالحرب يلي رح تكلف لبنان كتير. النائب في البرلمان اللبناني وضح الصادق. ولا اليوم ولا قبل حتى ما نكون نحن مش حمل هيدا التدمير الكامل لهذا الموضوع. بالتالي هيدا القرار يجب أن يكون محصور بالدولة اللبنانية بالمجلس النواب اللبناني مش بأي طرف تاني. لبنان لا يريد الحرب. حملة أطلقها اللبنانيون رفضا للحرب. هاشتاج وتغريدات في الفضاء الإلكتروني تمت مبررات. من الطبيعي إطلاق حملات لا لبنان لا يريد الحرب لأنه لبنان هو دولة لا تتحمل بهالمرحلة أي حرب. وظائف أمنية شاغرة. القائد الأعلى للقوات المسلحة اللي هو رئيس الجمهورية منه موجود موقع شاغر اليوم. قائد الجيش سوف يدخل إلى التقاعد بعد أشهر قليلة وجيش ما عنده رئيس أركان لأنه تقاعد رئيس الأركان، وأيضا في حكومة تصريف أعمال، وبالتالي لبنان على المستوى الرسمي غير جاهز وغير موجود. نواب المعارضة رفعوا الصوت رفضا لزج لبنان في حرب لا يريدها. حرب أو لا حرب؟ الجواب ليس بالضرورة بالداخل اللبناني. خلدون زين الدين، بيروت، ماتيا.